يسمعش يعني الهياط ديال لان باش يكون عنده مخزون خصو ما يسمعش العياط واحد يسمع بزاف ديال العياطه باش كل نهار كيمتعنا بجمله شعريه جديده وهي في نطاق العيطه وفي نطاق الانماط العيطيه باش يكون هادو هما المكونات ديال العياط تاليا لا بد لهم الحضور وهذا كنت عطيتش به انا كنمشي لحداها الجامع المنظر والجبل أميرة ديالي مشاكة كتن هلا مولاي حلو حلو يا مولاي الله العود يشوف شب الله راق نسال أحلو كشي وحي يا حرشين شوفها منها مشات لي اللازمة مولاي معها واختي مزعفات والسلطانة كتسنى شغبولها قاس حسن الكتاب مولاي قادر ميمة ما قاعدة على صحية خلينا نقول لها بدي قادر ميمة رحت لوحدة جا الساكتة ويدي من الأمان أمان يقول لي أنا كانت تنو غزرت الهم واللومة قلت على بك الحال ضمان ديرو خواطر نخلو المامين يدوس مع السلطانة كنت أبسا مقاسح أقل بوش مش في الخاطرة مولاي يبقى لي ما كيناش المحل واش خلاقش اللهم يعدي بخمسة سريفة النص مولاي بقى معاني وكنت تشوف غزالة كتشري بكمامها غير شوفها منها كتهوس البنات رجعنا ورجعكم في الله مولاي هي بغا يرتاح رجعوا من بعد يومين كل وحدة تكاين على قد نيتها الله يخلف يلا البنات يلا وكان مولاي السلطان باقي في حياتي من بريال تبارك من النساء ما عرف عاون حزنا بليش ياك هي مولاي تنفع لا حاجه انتي مرا حره وعارفه بلي المرا الحاد فيها اللي تعرف حدود فهمتها وما تعداهاش ولا رحب عليها كلمه قلتيها المرا اللي هي اللي تفهم على قدها وتمد رجلها على قد الحافه انتي راه دور رجلها بحال الما اللي تحت نجره ولا شميره اللي كلات على جناب الوسطى الاول ما حتى الاول ما قدته والثاني خمر اكثر من حدو لا بالي انا اللي استك انتي مولاتها الفعلة الناقصة علاش غير انا اللي كاينة هنا؟ غير انتي اللي كاينة هنا اش دارت لك حنان القصور؟ شكون هي حنان القصور؟ نعاود اللي واش سختي؟ انا خلي كل حال على حالو الاشتراك مع الكسباب والمبروك العاود عرفتي مع من كتكلمي؟ شكون غتكون في ملك الله بالسلامة شكون؟ الحياة راهي تما وليني بقات في الأنما أما الحياة القاعدة تاع تروس كوني تحشمي